السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلديات، والذي نستعرض فيه آخر أخبار البلديات والمشاكل والعراقيل التي تعتريها. البداية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الأربعاء تسجيل 5 حالات وفاة و299 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الإصابات توزعت على 28 مدينة، من بينها طرابلس التي سجلت 103 إصابات. وأضاف المركز أن النتائج أظهرت شفاء 294 حالة كانت مصابة بالفيروس. هذا ويذكر أن المركز سجل يوم الثلاثاء لم يسجل حالة وفاة بفيروس كورونا لأول مرة. وللحديث أكثر حول وباء كورونا، أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور عبد الباسط سميه، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. دكتور عبد الباسط، مرحبا بك. دكتور عبد الباسط، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الباسط سميه، وسنعيد به الاتصال مرة أخرى. نعود إلى أخبارنا أعزائي المشاهدين، حيث أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة يوم الأربعاء وصول شحنة من لقاح ستاريسكا بواقع 120 ألف جرعة مقدمة من منظمة كوفاكس لمكافحة فيروس كورونا. وأكد حمودة أنه لن يتم تطعيم الجرعة الثانية إلا بعد تلقيح 350 ألف مواطن ومواطنة من الفئات المستهدفة. نظمت وقفة من قبل أهالي بلدية تاجوراء وعدد من طلاب المدارس وطلاب هيئة تدريس كلية العلوم الشرعية بتاجوراء، تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يجابهون عدوان الكيان الصهيوني، واستنكارا للصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي وحكام الدول العربية والإسلامية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. في ظل ما يعانيه أهالي فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة بشكل يومي من مجازر وقتل وقمع وقصف من جيش الاحتلال الصهيوني، والذي ساوى الأحياء والمباني السكنية بالأرض على رؤوس ساكنيها، وما تشهده باحات المسجد الأقصى من محاولة اقتحام من قبل المستوطنين اليهود وجيش الصهاينة، نظمت ببلدية تاجوراء مظاهرة تضامنية مع أهالي فلسطين وأهالي القطاع، مناصرة للمقاومين المدافعين عن الأقصى والمدنيين بالقطاع. لأهلنا في غزة يعني نقول لهم أنتم أهل الرباط، يكفيكم ثناء الله عز وجل، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطائفة الناء المنصورة بأنها بأكناف المقدس وببيت المقدس، وأنهم اليوم للأسف الشديد يعني حتى العرب، حتى الحكام عليهم أن يدركوا أن إخواننا اليوم في فلسطين وخاصة في غزة اليوم هم الدرع الحامي للأمة. اليوم أصبح اليوم يؤدوا في واجب المقاومة، فنحن نقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ومنصرون بعون الله، وأنتم خيار أهل الأرض بإذن الله. المظاهرة التي نظمتها كلية العلوم الشرعية بتاجورة، استنكر المتظاهرون خلالها صمت المجتمع الدولي وحكام الدول العربية والإسلامية حيال المجازر المرتكبة في فلسطين. نحن كطالبات كلية العلوم الشرعية اليوم وقفنا وقفة احتياجية لأهلنا في فلسطين القدس، نصرة لهم وخزيا لليهود العملاء، إن شاء الله ربي ينصرهم ويحميهم ورحمة الله على الشهداء. ونددت هذه الوقفة
بما يقوم به الاحتلال من إبادة وقتل ممنهج على أراضي الدولة الفلسطينية. هذه الوقفة حقيقة هي واجب شرعي وواجب وطني، وأقول لكل من يشاهدني الآن ولكل من يسمعني، لا تلتفتوا إلى المثبطين، إلى هؤلاء المحبطين الذين ربما يحولون بيننا وبين هذه القضية، الذين يحولون بيننا وبين حبنا للمسجد الأقصى ولأهلنا في غزة. والله الوقفة اليوم هذه بإذن الله ستدخل الفرح والسرور على الحرائر والنساء والأمهات والأخوات في غزة، ستدخل الفرح والسرور على هؤلاء الأبطال، هذا أقل الواجب. كما طلب المتظاهرون من جميع المسلمين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم ومشاربهم بالوقوف إلى جانب المستضعفين بقطاع غزة، مستنكرين تخاذل حكام العرب في نصرة القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى. وقفتنا اليوم كانت لإرسال رسالة لإخوتنا في غزة وفي القدس بأننا ليس فقط معهم، بل القدس قضيتنا، القدس هي معيار التمايز ومعيار التفريق بين المؤمن والمنافق، بل هي معيار الولاء والبراء خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. رسالة للعالم أجمع أننا في ليبيا لنا إخوة هناك أصابهم الضر، فنحن نقف معهم وقفة جادة، ولولا أن هذه الحدود المصطنعة قائمة لكان للليبيين شأن آخر، لكانوا هناك ولا شاركوا في تحرير الأقصى وفي تحرير القدس وتحرير غزة. الوقفة باختصار كانت لإرسال رسائل لعدة جهات، للعالم، لأهلنا في فلسطين، للشعوب العربية، للحكام العرب، الحكام الوظيفيين الذين صارت الآن مهمتهم هو الحفاظ على هذا الكيان. هي رسالة للجميع أننا نحن مع أهلنا في فلسطين. هذه المظاهرة والوقفة الاحتجاجية من قبل طلاب وأساتذة كلية العلوم الشرعية وأهالي تاجوراء تأتي تأكيداً منهم على أن قضية الأقصى هي عقيدة راسخة لديهم، وأنهم كانوا وما زالوا ثابتين على نصرة الأقصى ونصرة للإسلام والمسلمين. نقول لأهلنا في فلسطين، في غزة وفي القدس، لكل المقاومين، أنتم في جهاد عظيم وفي رباط عن ثغر عظيم من ثغور الأمة، أنتم حماة قضية الأمة، فاثبتوا ولا يغرنكم المرجفون، أثبتوا فأنتم في جهاد عظيم. أسأل الله أن يتقبل منكم وأن يثبتكم وأن يثيبكم على كل ما قدمتموه. أنتم تقدمون أمثلة على ثبات الأمة في عهد الصحابة ومن بعدهم. وبالعودة إلى موضوع وصول شحنة لقاح كورونا، أرحب بضيف عبر استديوهاتنا من مدينة الزاوية محمد قنديل الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة كورونا ببلدية الزاوية. سيد محمد، مرحبا بك. مرحبا بك أخي العزيز وكل من يسمع فيكم على أثير إذاعة التناصح. نعم، الإذاعة البناء التي تعطي كل مفيد لبلديتنا بصفة خاصة. نعم سيد محمد، يعني بعد وصول دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا، لو تحدثنا عن سير عمل التطعيمات وآلية التوزيع. طبعا احنا بدانا كل بلديات ليبيا بطعم الاسازينيكا تحديدا في كشحنه اولى. بلديه الزاويه الكبرى بدات يوم 20/4، اول شحنه وصلت للبلديه، بدانا فيها العمل للفئه المستهدفه من 70 سنه فما فوق من خلال منظومه التسجيل بالمركز الوطني لمكافحه الامراض. الحمد لله كانت الامور سلسه في اداء العمل للفرق، يعني تم تحديد كل البلدية على بلدية الزاوية الكبرى حدود 18 المركز تحديدا بصفة خاصة على بس هو الزاوية الكبرى. بدأوا العمل لاستقبال كل أهالينا اللي تم إرسالهم عن طريق المنظومة في خلال يوم 20 و21 و22، وبدأ استمرينا حتى إلى يومنا هذا بعد وصول الشحنة الأخرى من النوع الصيني اللي هو سينوفاك، بتطعيم الفئة الأخرى اللي هي من 60 فما فوق مع الكادر الطبي اللي داخل بلديتنا بصفة خاصة أو بلدية الزاوية الكبرى بصفة عامة. الحمد لله نحن وصلنا لرقم 2570 حالة
تم تطعيمه أو شخص تم تطعيمهم داخل البلدية بطعم أسازينيكا، وتم تطعيم 2294 شخص بطعم سينوفاك الصيني. كانت الأمور تكون سلسة في كل المراكز بخلال تحديد كل فئة أو كل مجموعة في يوم محدد بمراكز تطعيم بصفة عامة. الفرق كانت على استعداد لاستقبال الحالات يوميا من خلال تنظيم البرنامج العام في خلال جائحة كورونا، من ناحية التباعد ومن ناحية ارتداء الكمامات، من ناحية الأوامر الوقائية مكافحة العدوى تم الشغل عليها مبدئيا قبل وصول الحالات بصفة خاصة داخل مراكز تطعيمنا بصفة عامة، وهذا كان له دور كبير في عدم وجود عدد كبير من الحالات في خروجهم أو دخولهم داخل مراكز التطعيم بصفة خاصة. نعم. هذا العمل أدى إلى وجود شغل متناسق ومسلسل. نعم. بصفة خاصة داخل البلديات. طيب نعم. هناك سؤال يطرح نفسه، يعني أنت ذكرت أن لقاح أسترازينيكا تم توزيعه على فئة معينة من المواطنين، بينما اللقاحات الأخرى أيضا حدد لكل فئة معينة عمرية. ما الفرق بين هذه اللقاحات؟ يعني هناك سؤال يتبادر إلى ذهن المواطن في الشارع الليبي. طبعا من خلال كبرامج موسعة التطعيمات، طبعا احنا نشتغل على آلية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اللجنة العلمية هي اللي تحدد الفئة العمرية الخاصة بكل طعم. طبعا أسترازينيكا كان من ضمن الطعوم اللي حدثت فيه بعض المشاكل في خلال الجرعات الأولى للعالم الآخر، يعني احنا بدأنا في حكم الدول الأخيرة اللي بدأت في برامج التطعيم الخاص بكورونا، فأكد العالم أن في بعض الأنواع أسترازينيكا كان فيه مشاكل في السن الصغيرة، ولكن بوجه عام ماهوش فيه مشكلة كبيرة بصفة خاصة. فلذلك اللجنة العلمية تم تحديد الفئة الستين فمن فوق بحسب الكميات المتوفرة عندهم، لأن الكمية حسب تسجيل المنظومة تم التأكد أن من 60 فما فوق يستطيعون يتم تطعيمهم بطعم أسترازينيكا، لأن كانت كمية بسيطة. فبعدين لما جت كمية الصيني وجدوا أن من سن 18 إلى فوق الحالات المزمنة والكادر الطبي مع الحالات السن 60 يكون يكفيهم هذه الكمية، فتم توزيعها على البلديات. نعم. وماشي انتباعنا حسب الكمية المتوفرة داخل المركز الوطني يتم تحديد السن اللي أعطاها الطعم، يعني الطعومات كلها تكون مناعتها جيدة جدا، أقل واحدة ممكن 92% المتوفر في كل العالم بصفة خاصة، وتصل ل 95% من ناحية بناء المناعة، فهذايا كلهم طعومات جيدة وتبني مناعة بصفة عامة، تقلل نسبة الحالات المرضية، الحالات اللي تصاب بعدها بالضبط نسبة في 80% و90% بالحالات بس تحتاج لدخولها للجهاز أو دخولها للعزل بصفة خاصة، وهذايا رقم كبير لما احنا نمنعوا 80% من الحالات التي تصاب بأن هي تدخل العزل، وبتكون تساعد في الدولة من مصاريف مراكز العزل اللي هي مصاريف باهظة جدا لشفاء الحالات بصفة خاصة، وممكن بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة. وإحنا لاحظنا أن إحنا في الفترة الأخيرة أصبح حالات الوفاة تقل تدريجيا، يعني يوم الثلاثاء الماضي ما كانش عندنا ولا حالة وفاة في كل بلديات ليبيا، يوم أمس أول أمس يوم الأربعاء كانت 4 حالات، يعني أصبح العدد يتناقص من جراء وجود هذه اللقاحات اللي حتنقص في الفئة الاختطار بصفة خاصة. يعني هو إحنا بدأنا في فئة الاختطار بالدرجة الأولى كبار السن بصفة خاصة مع نسبة الكميات المتوفرة داخل المراكز داخل وجود مخازن تطعيم ليبيا بصفة خاصة. فالنسبة ليست مشكلة في الطعم في حد ذاته، ولكن برنامج تنظيمي على حسب الكميات المتوفرة لدى مركز وطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي. نعم. في كل طيب بصفة خاصة. إلى أي مدى يمكن يعني أن يؤثر هذا اللقاح الطعم على حسب تحديد في أعراضه الجانبية لمن يأخذ التطعيم؟ لو سمحت عيد السؤال. قلت لك سيد محمد، يعني من يأخذ التطعيم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر فيه الأعراض الجانبية؟ طبعا اكيد كل بصفه عامه هو في 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 الجانب الطبي او الكلينيكي كل. نعم. اي دواء له اعراض جانبيه، يعني التطعيمات كانت تقول لها اعراض جانبيه هي نفس العام بصفه عامه، الاعراض الجانبيه التي حدثت لكل الحالات بصفه خاصه كبلديه الزاويه، يعني طعمنا فوق ال 5000 حاله او حدود ال 5000 حاله في بلديه الزاويه الكبرى، يعني كانت الاعراض الجانبيه بسيطه جدا، ارتفاع في درجه الحراره، فشل عام، وجود بعض الحالات بسيطه جدا ان صار ضيق في التنفس، ولكن خلال 3 ايام الحالات كلها
كلها شفيت وما عادش عندها اي مشكله. وكان لحد الان احنا زي ما قلت لك بادئين من يوم 20 في التطعيم، لحد الان ما عندناش حاله تعزمت او صارت لها مشكله كبيره جدا بصفه خاصه. وهذا يدل على ان فعلا حتى اللي تم تسجيل حالات، يعني يكاد يكون 10 حالات اللي تم تسجيلهم كاثار جانبيه وكلها حالات بسيطه، يعني اكثر واحد ممكن كان ضيق تنفس في اليوم الثاني بعد اخذ الطعم، وبعدين اليوم الثالث كان شفيه وكان امورها تمام جدا ومتابعته من خلال الاطباء الخاصين بالحمله لكل الحالات بصفه خاصه. وهذا يدل على ان الطعوم كان تكون الاعراض الجانبيه اعراض بسيطه واعراض ما فيهاش اي مشكله بوجه عام. وهذا من هذا المنبر انا اتمنى كل المواطنين الليبيين يسجلوا في منظومه حتى يتم اتباعا تطعيمهم بهذا الطعم بصفه خاصه. نعم سيد محمد، يعني هناك من يتخوف من اخذ اللقاح بسبب الحديث عن اعراض جانبيه، يعني بالتالي ما هو دور وزاره الصحه في تطمينة الناس للتجاوب مع الوزارة وأخذ اللقاح؟ تحديدا كل البلديات تكون عندها اذاعات واذاعات محليه داخل البلديات. احنا بالزاويه تم اعداد برنامج توعوي بصفه خاصه لكل مواطنينا ومن خلال قناتكم انتم، اكثر من لقاء درناه مع زملائنا وبنفس الوقت مع القنوات الاخرى لتوضيح ان الطعم تكون اعراض جانبيه اعراض طفيفه، يعني حتى ما يذيع في العالم بصفه عامه والفيس بصفه خاصه ان برامج التواصل الاجتماعي مش كل ما يذاع فيه صحيح، يعني من خلال منظمة الصحة العالمية هي المصدر الأساسي المفروض كل شخص يتبعها ويأخذ منها البيانات. احنا في بلدية الزاوية تم إعداد عدة حلقات توعوية من خلال إذاعاتنا الموجودات في داخل البلدية لتوضيح للمواطن أن راهو الطعم كان تكون كفاءته 100% من ناحية تخفيض الحالات الإصابات، ونفس الوقت حتى الحالات اللي تصاب تكون نسبة الإصابة بتاعها تكون طفيفة وتكون قوية وتودي به إلى الوفاة أو أعراض جانبية كبيرة جدا. وهذايا دليل على أن الطعم تكون ذات كفاءة في كل العالم، خفت نقصت الحالات بالذات اللي طعمت كمية جزء كبير من مواطنيها أو من عدد سكانها، نقصت نسبة الحالات بتاعها بأكثر من 60% و70% بصفة عامة. وإحنا ليبيا نفس الكلام لاحظنا أن إحنا عدد تناقص بعد بدأ البرنامج العام في التطعيم، يعني من خلال 15/4 بدأنا في كل بلدياتنا التطعيم منقص الحالات نقصت من ناحية الإصابة بصفة خاصة. وهذا يديه دور كبير، يعني من خلال منبركم نتمنى كل أهالينا في ليبيا أن هم يبدوا في برنامج تسجيل منظومة، اللي ما سجلش يسجل منظومة حتى تكون جرعاتها متتالية، أخذ الجرعة ويكون ما يكونش على كاهل مواطنينا أو مراكز التطعيم بصفة خاصة اللي هي تستقبل في حالات. احنا للأسف الشديد داخل الزاوية لاحظنا أن في ناس تم بدأ الإقبال على التطعيم حتى من خارج المنظومة، لما يجي يقول لك بطعم تسأل ليش أنت سجلت، يقول لك لا ما سجلتش، ليش ما سجلتش؟ والله اللي ظرف ثاني. يعني للأسف الشديد هذا بيكون ما نستطيعش نطعمه لأن الكميات اللي تم توريدها لكل البلديات عن طريق العدد حسب العدد الموجود في المنظومة بصفة خاصة. نعم. برأيك ما هي مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة والمجتمع لمكافحة الفيروس وتشجيع الناس على أخذ التطعيمات؟ طبعا الحكومة لها دور كبير في 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 الوقاية من هذا الفيروس تحديدا، اول شيء بتوفير كمية كبيرة من الطعوم لكل بلدياتنا حتى تكون متداول لكل الحالات. يعني في بعض الحالات احنا لاحظنا زي ما نوهت في السابق ان عدد كبير يبوا طعمهم وهم مسجلين في منظومة لظروف معينة، يعني لدرجة ان في اللي ما يعرفش يقول لك ما عنديش من يسجل في منظومة وما يعرفش كيف ندخل للمنظومة بصفة خاصة. لما يكون توفير طعومات كميه كبيره داخل واحده ممكن يتم حتى بعدين ادخالها في منظومه من خلال كل بلديه تدير مركز متخصص من داخل قطاع الصحه لادخال المواطنين اللي ما تمش ادخالهم داخل المنظومه مع اعطاهم الجرعه الخاصه بهم حتى يقلل نسبه الاصابه بصفه خاصه. نفس الشيء توفير ما يحتاجه المراكز بصفه عامه سواء كان مراكز العزل ومراكز الرصد من 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 من, 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 من مواد تشغيل ومواد اضافيه، نفس الوقت مواد تشغيليه للمركز الوطني الخاصة تحليل حالات بصفة عامة حتى نتأكد من كل حالات أصبحت نسبة الإصابة تكون أقل بصفة خاصة. نعم شكرا لك دكتور محمد قنديل الناطق باسم الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ببلدية الزاوية، كنت معي عبر استديوهاتنا من مدينة الزاوية، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى الدكتور عبد الباسط سميو مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أرحب به عبر الهاتف. دكتور عبد الباسط مرحبا بك. أولا السلام عليكم ورحمة عليك السلام الله وبركاته، أحييكم وأحيي السادة المشاهدين وسيدات المشاهدات في كل مكان، مرحبا بكم. نعم
بداية دكتور عبد الباسط، لو تحدثنا عن الوضع الوبائي الحالي في البلاد. الحمد لله، يعني الوضع الوبائي الحالي مطمئن إلى حد كبير، ونرى تناقص عدد حالات الإصابة بفيروس التاجي، فيروس كورونا المستجد، خلال الثلاثة أشهر الماضية، وآخرها كان بالأمس، حيث كانت عدد الحالات حوالي 338 حالة موجبة من أصل 3000 أو كسر، يعني من تحليل كورونا من مسحة، وهذه نسبة جيدة تعتبر الحمد لله، يعني كانت في حدود 10% من التحاليل، وفي السابق كانت بين 25 و30% كانت حالات موجبة، وكانت الوفيات بالأمس الحمد لله أول مرة تكون صفر حالة، يعني لم تسجل أي حالة وفيات، وهذا ناتج الحقيقة بفضل الله أولا، ثم بتكون مناعة مجتمعية معقولة جدا، وبالإضافة إلى بداية التطعيم ضد مرض الكورونا من حوالي شهر الآن، حيث ابتدأت رسميا يوم 10/4، وفي بداية في طرابلس يوم 17/4، ثم انتقلت إلى كل بلديات ليبيا، والحمد لله أيضا وصلت بالأمس كما تعلمون جرعة شحنة من طعم أسترازينيكا الإنجليزي السويدي بكمية 117,000 جرعة، وربما خلال أسبوعين أو ثلاثة تصل كمية أخرى من نفس الطعم 116,000 جرعة إن شاء الله تعالى، ونتوقع كما وعدت الحكومة وصول كمية كبيرة من طعم جونسون أند جونسون الأمريكي الذي يعطى في جرعة واحدة فقط، خلاف كل الطعوم الأخرى التي تحتاج إلى جرعتين لاكتمال المناعة بشكل كبير جدا. نعم دكتور عبد الباسط، يعني بعد توفر لقاح كورونا برأيك، يعني إلى أي مدى يمكن أن ينقص من انتشار الفيروس في ليبيا؟ ألو نعم، قلت لك دكتور عبد الباسط، بعد توفر لقاح كورونا بعدة أنواع، يعني إلى أي مدى يمكن أن ينقص من انتشار الفيروس في ليبيا؟ طبعا توفر الطعم ينقص بشكل كبير جدا حالات الإصابة بالكورونا، هو لإنقاص حالات الإصابة بشكل عام في العالم كله تعتمد على عاملين أو ثلاثة عوامل أساسية، أولا انتشار المناعة المجتمعية، إصابة أكبر عدد ممكن من المجتمع سواء كان بأعراض أو بدون أعراض لمرض الكورونا، هذا يعطي مناعة للمجتمع، ثم التطعيم بالطعوم المختلفة، ثم طبعا سبل الوقاية اللي هي المعروفة من التهوية وغسل اليدين والتباعد الجسدي ولبس الكمامة. نعم دكتور، هل لديك أي رسالة تريد توجيهها بصفتك مدير مركز التطعيمات للمواطنين لتشجيعهم على أخذ تطعيمة لقاح كورونا؟ لا طبعا الحمد لله، يعني أثبتت التطعيم ضد مرض كورونا في العالم كله وخاصة في ليبيا، أولا الكفاءة العالية والحمد لله الأمان والسلامة، حيث لم تسجل أي حالات تذكر من أعراض شديدة بعد التطعيم، الأعراض نادرة جدا وكلها خفيفة الحمد لله، من ألم في الذراع خفيف جدا أو أحيانا بعض الصداع الخفيف أو الحرارة، فالطعم فعال وآمن، وبالتالي أشجع وآمل من كل الإخوة المواطنين في التسجيل في المنظومة والإقدام على الطعوم كلها، طبعا الحمد لله كل الطعوم أثبتت كفاءتها سواء كان الإنجليزي أو الروسي أو الصيني، أو يعني الحمد لله كانت كلها فعالة وآمنة. نعم شكرا لك دكتور عبد الباسط سميو، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا. نعود إلى أخبارنا، حيث أجرى عميد بلدية عنزار عبد الواحد بلوغ يوم الأربعاء زيارة ميدانية تفقدية لمقر فرع إدارة الدعم المركزي بالعاصمة طرابلس، وأكد بلوغ أن فرع الدعم المركزي بطرابلس في الآونة الأخيرة ضبط عددا كبيرا من القضايا، حيث أثنى عميد البلدية على ما تقوم به دوريات الفرع من مجهودات مستمرة ومتواصلة داخل البلدية، منوها بأن العديد من مشاريع البنية التحتية بالبلدية ما كانت لتتم لولا تأمين فرع الدعم المركزي لها وحماية مراحل تنفيذها حتى الانتهاء منها.
إلى بلدية أبو سليم، حيث أعلنت البلدية يوم الثلاثاء انطلاق حملة أعمال تنظيف جوانب الطرق بمحلات مشروع الهضب الزراعي. وبينت البلدية على صفحتها الرسمية أن الحملة شملت أعمال نقل المخلفات على جانبي الطريق وتنظيفها بالشكل اللائق. وتنفذ هذه الأعمال بالتنسيق بين بلدية أبو سليم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع دعم الاستقرار المنفذ لهذه الحملة. افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وعميد بلدية جنزور فرج أبان يوم الثلاثاء مستشفى جنزور القروي. وأوضحت البلدية على صفحتها أن المستشفى يتكون من قسم للإيواء أو لإيواء الرجال وقسم لإيواء النساء، بالإضافة إلى غرفتين للعمليات الكبرى وغرفة للعمليات الصغرى وغرف للعناية والإسعاف والطوارئ وغيرها. هذا وأكد عميد البلدية أنهم يتطلعون لتوفير كل الخدمات الصحية ويسعون لتوفير الكوادر الطبية داخل البلدية. أقامت بلدية سوان بني آدم يوم الأحد منافسة كأس فرسان ليبيا لسباق الحلبة بمضبار مدرسة يوسف أبو جلالة للفروسية. وأوضحت البلدية أن برنامج السباق كان على 13 شوطا للخيول العربية الأصيلة والخيول الليبية والخيول الإنجليزية من إنتاج محلي ومستوي، مشيرة إلى أنه في نهاية السباق تم تتويج الفرسان المتحصلين على الترتيب الأول من كل شوط. إلى بلدية القربولي، حيث أعلنت الاثنين استئناف الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالبلدية، حيث جاءت عملية التطعيم لكل المواطنين الذين تم تسجيلهم في منظومة اللقاحات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. هذا ويذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض دعا المواطنين للمبادرة والتسجيل حفاظا على صحة المجتمع. أعلنت الشركة العامة للكهرباء يوم الأربعاء أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك على خط نقل مشروع الأبقار القربولي بإدارة توزيع المركب. وأوضحت الشركة على صفحتها أنه تم أيضا سرقة أسلاك على خط نقل النخيل بإدارة توزيع المركب، ما أدى إلى فقد التغذية وفصل التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة. إلى بلدية مصراتة، حيث أعلنت البلدية يوم الأربعاء استئناف العمل بمشروع الطريق الثامن الرابط بين منطقتي الجزيرة شرقا والدافنية غربا. وأوضحت البلدية أن استكمال هذا المشروع يأتي من أجل تحريك عجلة التنمية والتطوير للبنى الأساسية والتحتية داخل البلدية، حيث إن تنفيذ المشروع تقوم به شركة مصراتة للأشغال العامة بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف عضو المجلس البلدي بمصراتة محمد حنيش. سيد محمد، مرحبا بك. سيد فرج، سيد فرج، هل أنت في الاستماع؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أرحب بك سيد فرج حنيش عضو مجلس بلدي مصراتة. بداية، لو تحدثنا عن أهمية الطريق الرابط بين منطقة الجزيرة والدافنية. بداية، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع وراءه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد،
تحية لك سيد عبد الرحمن، وتحية لكافة مشاهديكم الكرام وأهلنا في كافة ربوع الوطن الحبيب أينما كانوا وأينما حلوا. بداية اسمح لي أستاذي الفاضل أفارة عن نفسي ونيابة عن عميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية مصراتة أن نعلن تضامننا التام مع إخواننا المجاهدين في فلسطين الأبية عامة وقطاع غزة خاصة. فلسطين عربية وستبقى عربية بحول الله تعالى، والخزي والهار على كافة الصهاينة والكيان الصهيوني المحتل وأذنابهم المطبلين من قادة وحكام العرب المتخاذلين. أسأل الله تعالى أن يعجل بالنصر لأهلنا في فلسطين وأن يحفظهم وأن يدل اليهود أينما كانوا وأينما حلوا. نعم أستاذ عبد الرحمن. نعم، قلت لك سيد فرج يعني لو تحدثنا عن أهمية الطريق الرابط بين منطقة الجزيرة والدفنية. الحقيقة مشروع طريق رقم 8 هذا مشروع حيوي، تم توقيع العقد في هذا الطريق سنة 2009 برقم العقد 12/16 لسنة 2009. بدأ العمل سنة 2009 وتوقف العمل به حقيقة بان أو في فترة اندلاع ثورة 17 من فبراير، استؤنف بعد ذلك في سنة 2012 ثم توقف. الطريق ذو أهمية استراتيجية وأهمية حيوية لبلدية مصراتة باعتباره يربط غرب مصراتة بوسط المدينة، طول الطريق حوالي 11 كيلو متر. طريق له أهمية مثل ما تفضلت، هذا يخفف على الطريق الساحلي. الطريق الساحلي أصبح متهالك حقيقة نظرا لكثرة الشاحنات في بلدية مصراتة، طول كبير من النقل يمر عبر بلدية مصراتة، كذلك الكثافة السكانية. أصبح الطريق الساحلي الذي يشق بلدية مصراتة غربا من بوابة الدفنية حتى شرقا من بوابة كريم، فهذا الطريق أو الاستئناف العمل بهذا المشروع حقيقة يخفف المختنقات المرورية وخاصة عن السكان في غرب بلدية مصراتة وصولا إلى وسط المدينة. طول الطريق حوالي 11 كيلو متر أو أقل. قيمة العقد حينما وقع في سنة 2009 كانت حوالي 29,900,000، تم تعديل العقد ليصل قيمة العقد حوالي 32,511,000. نسبة الإنجاز الحالية في المشروع حوالي 50%. شمالات العقد أو العقد قائمة ومضمون العقد الحقيقة يتمثل في رصف الطريق وبالإضافة إلى الإنارة وتجميدها بشبكة تصريف مياه الأمطار وعلامات المرور، فهذا مضمون العقد. الأعمال المنجزة حقيقة الأعمال الطبية تم تسريفها بالشبه بالكامل أو جزء من الأعمال الإسفلتية باشر فيه في 2009 مثل ما تفضلت، وفي 2010 الآن تم استئناف العمل بالأعمال الترابية وجزء من الأعمال الإسفلتية. بالنسبة لأعمال البلدورة نسبة الإنجاز فيها حوالي 90%. هذه انقطعت عن طريق رقم 8. نعم. حقيقة هناك حتى أستاذ عبد الرحمن في عوائد حتى الآن، حتى الأستاذ في العمل هو أول أمس بهذا المشروع، لكن إلى الآن ما زال في عوائد تعيق هذا المشروع، اللي هو اعتماد الأمر التعديلي للأسعار من قبل جهاز الإسكان المرافق. وأنا من خلال منبركم هذا وناشد وطالب وأطلب رسمي من جهاز الإسكان المرافق سرعة الاستعجال في اعتماد الأمر التعديلي للتعديل الأسعار. سيد فرج، كذلك لو في تدفقات مالية ونقدية سيتم العمل بهذا المشروع ويتم الانتهاء منه بحول الله تعالى. ما مدى تنسيقكم مع حكومة الوحدة الوطنية لإنجاز هذه المشاريع؟ هو في الحقيقة حكومة الوحدة الوطنية في حسب برنامجهم معنا وحسب ما جلسنا معهم هم على الاستعداد لإتمام المشاريع الحيوية المشاريع الاستراتيجية المتوقفة. نحن في بلدية مصراتة هذا جزء من كل لدينا العديد من المشاريع المهمة، المشاريع الحيوية التي تم التعاقد عليها منذ العديد من السنوات وتوقفت سنة 2011 من المركب الجامعي في بلدية مصراتة، من الوحدات السكنية على البحر منطقة صغوة حوالي 5000 وحدة سكنية تم إيقاف العمل بها، كذلك في الملاحقة تعمد مشروع البنية التحتية الخاصة المتعلقة ببلدية مصراتة. هذه مشاريع حيوية تم إيقاف العمل بها، ونحن جلسنا مع حكومة الوحدة الوطنية هم في انتظار اعتماد الميزانية للبدء في تنفيذ المشاريع الحيوية المشاريع الاستراتيجية سواء لبلدية مصراتة أو باقي البلديات الأخرى. حقيقة بلدية مصراتة من خلال منبركم هذا وجميعنا بلدية مصراتة حقيقة بلدية مهمشة طيلة السنوات الماضية،
لم تتلقى أي دعم مالي، أي دعم في الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، لم نلاحظ أي دعم أو أي اهتمام بهذه البلدية. جميع المدن جميع المناطق تعلن أنها مهمشة. بلدية مصرات حقيقة بلدية رقعتها جغرافية تاسعة، عدد السكان الآن حوالي 800,000 نسمة. الإحصائيات التي تتعامل بها الدولة تعلن أنها حوالي 300,000 أو 400,000 نسمة، لكن الواقع الفعلي أن سكان مدينة مصرات الآن ما يقارب 800,000 نسمة. لدينا مهجرين قاطنين في مصرات نازحين من بلديات أخرى. نحن حتى في طلبة المدارس التعليم الأساسي والتعليم الثانوي من 65 بلدية من جميع المزعين من بلديات مختلف البلديات الليبية يدرسون في بلدية مصراتة. طيب. مصراتة بلدية جاذبة، بلدية جاذبة لجميع الأهالي أو سكان الدولة الليبية. نعم شكرا لك سيد. نعم نتوسم خير في هذه الحكومة أن تستأنف العمل بجميع المشاريع المتوقفة. هذه المشاريع تخدم المواطنين بالدرجة الأولى وتحقق الرفاهية والاستقرار وتساعد على وصلت الفكرة سيد فرج. نعم وصلت الفكرة سيد فرج حنيش عضو بلدي مصراتة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. التقى وزير الحكم المحلي يوم الثلاثاء بعميد بلدية مسلات للوقوف على العمل البلدي والمحلي بالبلديات، حيث ناقش في اللقاء أهم مسارات العمل المشتركة بين الوزارة وبلدية مسلات، وذلك سعيا لحل المختنقات التي يعاني منها المواطنون. أعلنت بلدية بني وليد يوم الخميس وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى المدينة في زيارة تفقدية لبلدية بني وليد. وأوضحت البلدية عبر صفحتها أن هذه الزيارة جاءت للاطلاع على الأوضاع المعيشية وتفقد المرافق الخدمية للمدينة من قبل رئيس الحكومة، والاجتماع مع عدد من المسؤولين والوجهاء بالمدينة، مشيرة إلى أن الوفد ضم وزراء الداخلية والخارجية والعدل والمالية وغيرهم من الوزراء. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع رحبوا بضيفي عبر الهاتف عضو المجلس البلدي بني وليد شرف الدين كنشيل. سيد شرف مرحبا بك. أهلا مرحبا بك. نعم بداية سيد شرف الدين، يعني لو تحدثنا عن زيارة رئيس الحكومة للبلدية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم قابل مجلس البلدية بن وليد باستقبال وفد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة وعدد من منهم وزير الحكم المحلي، وزير الاقتصاد، وزير الماليه، وزير وزاره الخارجيه، بعض الوزراء الاخرون، وزير العمل والتاهيل، مدراء ادارات. قمنا بزياره مجموعه من المواقع والمقرات الاداريه داخل مدينه بن وليد. قمنا بزياره استقبلنا الوفد الحكومي في مجمع الصناعات الصوفيه. طلع الوفد الحكومي على وضع المصنع وآلية التبعيرة والاستفادة منه والوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، بحيث
يتم تفعيله بشكل الفاعل الحقيقي ليصل الى الهدف اللي منشود والهدف اللي مقام عليه المصنع، وهو تشجيع الصناعات المحلية. نعم. وكذلك في فرص عمل للشباب. دار الوفد الحكومي أيضا المقر الإداري للكهرباء اللي تم فيه إنجاز ما يقارب 60% لاستكمال هذا المشروع، وهناك بعض العراقيل اللي كانت في السابق. طيب سيد شرف الدين، هل قدمت لكم حكومة الوحدة الوطنية أي وعود؟ طبعا أكيد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد والوزراء الحكومة زاروا المقرات الإدارية داخل مدينة بن وليد التي فيها نسبة إنجاز تصل إلى 50% و60%، بحيث يتم تفعيل العقود الموجودة لهذه السيارة. عندنا مشاريع في جهاز تنمية المراكز الإدارية متوقع من 2011، فيها نسبة إنجاز من 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 60% إلى 80%. كان حاضر السيد رئيس جهاز تنمية المراكز الإدارية وفد وأعطى وعودها باستكمال بعض المشاريع العاجلة التي تمكن البلدية من رفع من مستوى الخدمات داخل المدينة. كان كذلك جهاز مشروع كان المرافق، هناك مشاريع معطلة تصل إلى جهاز جدا يعني 50% ومتعاقد عليها من قبل شركات محلية، ووعد مدير هذا الجهاز بتفعيل كافة العقود التي فيها نسبة إنجاز عالية. جهاز مشروعات المواصلات ذلك عندنا بعض المشاريع الحيوية التي تخص الطرق والطرق الزراعية والطرق الفرعية، كذلك صيانة بعض الطرق الرئيسية. فالحقيقة وعود كثيرة وعد بها الوفد الحكومي، ونتمنى أن يكون المدة القادمة على شيء ملموس من هذه الوعود. طيب ما هي أهم الاحتياجات الضرورية والمهمة لبلدية بني وليد؟ احتياجات المدينة طبعا نشوف المستوفى المدينة عانت من حق يعني من 2011 و2013 الفترة الماضية من التهميش القوة الصالحة. مدينة وليد تلقى أي مشروعية من العشر سنوات الماضية، فتهم بزيارة هذا الوفد، كان وفد كبير جدا وتم استقبالها على أعلى مستوى، تم استقبالها من قبل المجلس البلدي وبعض مدراء القطاعات وكل الأجهزة الإدارية داخل مدينة بن وليد. وإن شاء الله الوفد التي أعطاها الوفد الحكومي وفد جيد جدا، نأمل أن ترفع الخدمات داخل المدينة وتحل المختنقات يعني من المواطن في سنوات سابقة. عندنا إشكالية طبعا في المياه والصحية في النظافة وكل المواصلات التي تهم المواطن وترفع كأهم المعاناة عنا. وإن شاء الله هذه البداية. بنريد طبعا اليوم كان وفد كبير، ونتمنى ان يكون الاعمال على حجم الوعود الذي اعطاه الوفد الحكومي. نعم، شكرا لك سيد شرف الدين كنشيل عضو المجلس البلدي بني وليد، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. استلمت بلدية إلى بلدية زوارة، حيث استلمت يوم الأحد البلدية شحنة من المعدات والأجهزة الطبية، وذلك لاستعمالها بمستشفى زوارة الطبي. وبحسب البلدية فإن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني بشمال أفريقيا، حيث تتكون الشحنة من أجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بحديثي الولادة وأجهزة مراقبة الوظائف الحيوية وجهاز التخدير وأجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز الإيكو الخاص بالقلب وأجهزة تنظيم التيار الكهربائي الخاص بقسم الأشعة، ما
بالإضافة إلى معدات وأجهزة طبية أخرى. انطلقت يوم الثلاثاء ببلدية زوارة حملة نظافة واسعة تشمل كافة الأحياء السكنية والطرق والشواطئ. وبحسب البلدية فإن الحملة شملت عدة مراحل، وهي تنظيف كافة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة القمامة ومخلفات البناء وتنظيف وإزالة الرمال وطلاء الأرصفة. كما يهدف المجلس البلدي بزوارة من خلال هذه الحملة إلى توفير بيئة نظيفة وإظهار كافة المحلات ببلدية زوارة الكبرى بمظهرها اللائق. هذا وفي آخر خبر الذين بحث عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي يوم الثلاثاء مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عددا من المواضع التي تخص الملف الاقتصادي بالبلدية. جاء ذلك في اجتماع عقد بالعاصمة طرابلس، عرض خلاله ساسي عددا من المشاريع الاقتصادية المتوقفة بالبلدية، وأكد على ضرورة إنهاء الأعمال بهذه المشاريع خصوصا التي تتضمن أهمية اقتصادية كمطار وميناء زوارة. ختام أخبار بلديات، شكرا لكم أعزائي المشاهدين لطيب وكرم المتابعة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله. Mm-hmm.